كده احنا كل قائد مسلح بتتدرب بالليل؟ طبعا عندهم تدريب ليلي طبعا طبعا بيتم فيه كل الانشطه اللي بتنفذ نهار احنا قادرين على تنفيذها ليل لان معركه الاسلحه المستقبل الحديثه هي بتواصل الليل مع النهار والجانب اللي عنده قدرات وامكانيات انه يعمل ليلا غالبا بتبقى ليه اليد العليا لان هو بيبقى عنده قدره وميزه مش موجوده عند الجانب الاخر. طيب بالليل بضرب نار ازاي وانا اصلا مش يعني ضلمه مش كده بستخدم سلاح ازاي ولا مفيش ضرب نار بالليل؟ لا طبعا ازاي القوات المسلحه بتمتلك من الاجهزه والمعدات للتنشين والرمايه ليلا اجهزه تنشين واجهزه مراقبه اجهزه استطلاع اجهزه رؤيه اجهزه رمايه واحرس الاجهزه اللي بتعمل سواء بنظريه تكثيف ضوء النجوم او اجهزه الرؤيه الحراريه والتنشين الحراري اللي هي تعتبر احدث معدات التنشين والرمايه. نعم فاذا بالليل بتدرب اكن بتدرب دلوقتي الظهر بالظبط بالظبط بنفس الكفاءه بنفس الكفاءه احنا التوجيهات ان احنا لازم نبقى قادرين على العمل نهارا وليلا. قوات الصاعقه خصوصا وتحديدا بتعمل ليلا وفي اوقات الرؤيه الضعيفه نظرا لصغر حجم التسليح او خفه التسليح بتاعها مع برضو العدد بتاعها القوة العددية بتاعتها بتبقى صغيرة هي بتعمل بمجموعات صغيرة وبتنتشر في مسرح العمليات كله فلازم الشغل بتاعها يبقى ليلة عشان يحقق عنصر المفاجأة عنصر المفاجأة في الاقتراب من الهدف والتنفيذ عليه وأيضا أثناء التخلص والمناورة يبقى في صعوبة للعدو ان هو يطاردني فبالتالي أنا دايما بشتغل كل شغلي ليلا فلازم أتدرب بالليل خالص ولازم أنا اللي أنا بقدر أعمله بالنهار بقدر أعمله بالليل. نعم طيب هل انا النهارده لو زي ما حضرتك بتعرض لنا ونقدر نشوف الجزء ده تشرحه لنا سيادتك؟